هذا وأعرب سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أن أهالي العاصمة يقدرون عاليا كل الجهود المبذولة في ظل قيادة جلالة الملك المفدى لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19 ومن أجل صحة وسلامة أبناء مملكة البحرين الكرام، مؤكدا بأن أهل المحافظة يتشرفون بأن يكونوا جميعا ضمن فريق البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه ليشرفني أن أتقدم إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأحر التهاني وأزكى التبريكات باسمي ونيابة عن أهالي محافظة العاصمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على جلالتكم وعلى مملكتنا الغالية وأهلها بالخير واليمن والبركات. لقد حالت ظروف الجائحة هذا العام من اللقاء المباشر بين جلالتكم وأبناء محافظة العاصمة الذي نسعد به في شهر رمضان من كل عام وننتظره بكل الشوق والمحبة والولاء، إلا أن جلالتكم أثلجتم صدورنا اليوم جميعا بخطابكم السامي الذي حمل كل معاني التواصل والحب والوفاء، حرصا من جلالتكم على الالتقاء بأبناء شعبكم الكريم كما جرت عليه عادة جلالتكم، وقد أثبتت جهودكم المباركة التي يقدرها شعب البحرين عاليا مدى قربكم من أبناء شعبكم رغم كل الظروف بما بذلتموه وتبذلونه من أجل صحة وسلامة أبناء شعبكم الكريم. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن أهالي محافظة العاصمة ليعبرون عن حبهم وولائهم لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم كما يعبرون عن خالص شكرهم وتقديرهم لحكومتكم الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المعقر حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لجهودها الكبيرة في سبيل الحفاظ على مستوى رفاه ومعيشة المواطن والمقيم رغم ظروف الجائحة، ويقدرون عاليا الجهود النوعية والمميزة للحكومة المؤقرة في مواجهة جائحة كوفيد-19 حيث نالت مملكة البحرين ثقة منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن البحرين نموذجا مميزا للحماية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وكل ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل حنكة وقيادة سمو رئيس الوزراء المعقر وسمو ولي العهد الأمين وإجراءات الحكومة الرشيدة والتزام الشعب الوفي بالإجراءات الصحية. سيدي صاحب الجلالة، إنه ليشرفنا أن نكون جميعا ضمن فريق البحرين، ويحق لجميع البحرينيين أن يفخروا بمستوى استعداد حكومتكم المؤقرة لمواجهة الجائحة بشكل استباقي ومعالجة آثارها الاقتصادية للحد من تداعياتها، ولا سيما الحزمة المالية التي حافظت على مستوى معيشة الناس وطمأنتهم بعودة الحياة إلى أفضل أحوالها كما عهدناه، وكل ذلك بفضل توجيهات جلالتكم السامية وجهود المخلصين من أبناء البحرين. وفي الختام نتضرع إلى المولى عز وجل ونحن في العشر الأواخر من شهر الفضيل أن ينعم على جلالتكم بطول العمر وأن يديم عليكم موفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمواصلة مسيرة الخير والنماء والإصلاح لمملكتنا العزيزة، سائلين العلي القدير أن يحفظ شعب البحرين الوفي ويزيل هذه الجائحة عن وطننا الغالي وعن العالم أجمع لتعود لقاءاتنا الجميلة مع ملك الخير والإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.